بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم لدينا شرح برنامج الأفاست. الكثير منكم بحث في مقاطع اليوتيوب عن كراك لهذا البرنامج أو سريال عن كيف يبغى معهم مدة طويلة، لكن إن شاء الله اليوم أنا وجدت لكم الحل. ان شاء الله في خطوات بسيطة، بس ابغى منكم بالله شوية تركيز. اوكي، اول شيء نذهب الى رابط تحميل برنامج الافاست الاصدار الثامن، وهو الاصدار الاخير، هو يعني يختلف يعني اختلاف يعني بسيط عن اختلاف النسخة التي قبله. يعني هذا الاصدار الثامن ممكن انك تمسح الصفحات التي يعني زرتها ويحتوي على محدث البرامج وغير ذلك. اوكي، نذهب اول شيء لما عنده الاصدار الثامن، نذهب الى صفحة الافاست، انا ان شاء الله منزلها في الديسكريبشن، ثم نروح عند التحميل. زي ما انتم شايفين ظهرت لنا على تحميل البرنامج. اوكي، نسوي له تحميل. انا قد حملته قبل كذا فما يحتاج اسوي له تحميل. اوكي، بعد كذا راح ياتينا على هذا الشكل. اوكي، نضغط عليه دبل كليك يمين. ثم بعد ذلك نضغط عليه دبل كليك يمين. بعد ذلك يأتينا تركيب سريع أو تركيب مخصص، نضغط على تركيب سريع. لما نخلص تثبيت البرنامج راح تظهر لنا أيقونة البرنامج، هذه صفحة البرنامج. زي ما انتم شايفين هذه هي صفحة البرنامج بعد تثبيته. الحين خلونا كيف نثبت الملف اللي فيه الكراك وتفعيل برنامج الافاس الى 2050. اوكي، نذهب الى اول شيء الى الاعدادات، ثم نستكشف الاخطاء. ذلك هنا تمكين وحدة الدفاع الذاتي بأفاست، في علامة صح موجودة نشيلها، نضغط موافق. سوي نعم. هنا الحين تعطل. اوكي، نروح الحين للمستندات. لا، قرص سي، ثم بروجرام فايل، ثم افاست سوفتوير. زي ما انتم شايفين افاست سوفتوير، نضغط دبل كليك، خش على مجلد افاست. اوكي، زي ما انتم شايفين كذا. الحين نخش على الملف اللي انا حاطه لكم في الديسكريبشن، هو اللي فيه الكراك، هذا هو الملف. نضغط عليه كليك يمين، ثم اكستراهير اللي هي فتح الملف هذا. اوكي، زي ما انتم شايفين تفعيل الى 2050. اوكي، نضغط دبل كليك. نجي هنا، شايفين الملف هذا اللي في النص، نضغط عليه كليك يمين، ثم نسخ. اوكي، الحين نرجع للصفحة اللي كنا فيها قبل شوي، هذه هي الصفحة. تذكروا من وين، انا بعيد الخطوات مرة ثانية لكم. قرص سي، بروجرام فايل، افاست سوفتوير،
برضو مرة ثانية أفاست، نضغط كليك يمين لصق، أوكي، لأن أنا عشان حاطه قبل كذا فجأة نسخ واستبدال، نسوي له نسخ واستبدال، نسوي له متابعة، زي ما انتم شايفين. اوكي، لان البرنامج عندي قبل كذا قد نزلته فما راح ينزل مرة ثانية، فنسوي الغاء الامر، فنجي عند سيت اب ونضغط كليك يمين ولصق مرة ثانية، نسوي له، هو ما راح يجيكم كذا، راح يجي على طول راح يتنسخ لكم، انا قبل كذا موجود عندي البرنامج. فنسوي له نسخ واستبدال، نسوي له متابعة، ثم بعد ذلك بعد ما نخلص من نسخه هنا، كل اللي توجب علينا الحين نروح للإعدادات مرة ثانية، نروح لمستكشف الأخطاء مرة ثانية، نسوي تمكين وحدة الدفاع الذاتي بافاست، نحط بجنبه علامة صح، ثم موافق، ونسوي إعادة تشغيل للجهاز. ومبروك عليكم كراك برنامج افاست إلى عام 2050. بالله لا تنسوا، لكل من عجب الشرح سوينا لايك سبسكرايب، الله لا يهينكم.